الأسبوع الثالث من شهر حزيران جون ومولود الأسد، شو بتقله الأفلاك؟ يا عزيزي، بتبلش الأسبوع مثل ما أنهيت الأسبوع الماضي، يعني مع وعود ورومانسية وصداقات غنية وأخبار ملفتة وتواصل مع بعض الجهات ناجح جداً. تبرز إمكانياتك، بتكون مدعوم بحدس كبير بدلك على الطريق الصحيح بكل المجالات. هل مناخ الفلكي بزودك بطاقة كبيرة وإرادة استثنائية لكسب معاركك سواء كانت مهنية أو شخصية، عن شرط أنك تعالج كل أمر على حدة، ما تخلط الأمور ببعضها حتى توضح الأوضاع بدون ما تشتت أفكارك أو بدون تضارب الأمور ببعضها. ما تخاف ابتداء من السبت 17 من التطلع إلى البعيد، الساحة خالية لإلك حتى تناضل وتفاوض وتقترح وتخطط وتنفذ. فقط كن متأني جدا جدا بين الأربعاء 14 والجمعة 16، هالفترة معاكسة. بعدين ابتداء من السبت 17 فيك تنطلق نحو الأفضل، وبتشعر أنه أمورك لح تتحسن، أوضاعك لح تعرف شيء جديد ولح تتطور بشكل ملموس وتحرز أنت النجاح.